السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس اليوم أرحب بكافة الإخوة والأخوات في هذا الدرس الذي يهتم بطريقة جلب الزوار من موقع تامبلر. ونبدأ مباشرة في الشرح. نقوم بالتوجه إلى موقع تامبلر، وهو يعني موقع غني عن التعريف. من يشتغل في الإنترنت ماركتينج فهو سوف يعرف هذا الموقع، أو من لديه اتصال بالشبكات الاجتماعية فذلك فهو سوف يكون على دراية به. نقوم بأول خطوة، نقوم بالذهاب إلى موقع مؤقت من أجل الحصول على بريد إلكتروني ظرفي. أنا فقط لأجل أنه لأجل الشرح أقوم باستبدال بريد مؤقت. أما الذي يريد يعني تطبيق هذه الخطة في جلب الزوار لمدونة بلوجر أو لمدونة بلوجر لأي بلاتفورم كانت على سطح الإنترنت، موقع إلكتروني أو منتدى أو لفيديو يوتيوب أو أي شيء، عليه بإيميل حقيقي. إذن أعمل أخذ الإيميل هكذا وآتي إلى تمبلر، أقوم بصنع أعتذر، أقوم بالرجوع، أقوم ب كونيكسيون، بعد شيء ثقيل أنكم بالضغط على كومونسي. أدخل الإيميل، أدخل الباسورد، وأضع هنا اسم الذي سوف يظهر في الرابط، في رابط مدونتي على موقع تامبلر. أضع أي شيء أريد، اسم أريده أنا، أضع هبارة وكونان كومسا على سبيل المثال فقط. أنت تضع ماذا تريد، أضع 11 انسكريبسيون. هذا انسكريبسيون نوت، يقولون لي ان نوت باس، واخا حاضر. يعيد ادخال باسورد، هذا الأمر، و جي كومبخي يا بروفي خوفي لي كونديسيون دي جيزاتور وافق عليها و اعمل سويفون. اعمل اذهب الى التحقق من انني لست روبوت، فيريفي تيرميني، ويدخل لي إلى موقع تامبلر. هنا في هذه الخانات يعطيني بعض التوجهات أو التخصصات أو بعض يعني الحقول المعرفية. أقوم باختيار ما يهمني أنا أو الجمهور المستهدف في البلوغ الأصلي ديالي أو في موقعي أو في مدونتي أو. يعني إذا على سبيل المثال إذا كان موقعي يهتم بالتكنولوجيا وغير ذلك، أقوم بالضغط على التكنولوجيا وأذهب للبحث في يعني في مجالات أخرى قريبة لها كالفوتوغرافي، انتربريز، ما إلى ذلك. يعني إلى حدود 5 أختار، وما يطلع لي هنايا، أختار شيء آخر، أختار هذه، لا أقوم بتعيد هذا سيونس، سيونس إكريفان، أي أعمل نيكست، بيلدينغ يور داشبورد، يور داشبورد، تكنولوجيا انتربريز إكريفان، صدر قليلا،
يقولون لأنهم أرسلوا رسالة للإيميل أذهب لأرى رأيي فعلا أقوم ب verify إيميل في التبيلة هنا وها هو حسابي على تامبلر قد تم تفعيله. الآن ما يجب علي فعله كأول خطوة من أجل كسب الزوار من موقع تامبلر؟ أذهب على سبيل المثال إلى هنا، إلى أي شيء. إذا كان موقعي يهتم على سبيل المثال، أوكي طق. على سبيل المثال يهتم بالرسم أو ما هذا على سبيل المثال، أو بالتطبيقات، هذا أحسن. هذا متعلق بشيء من الأندرويد، وإذا كان موقعي يهتم بهذا المجال. آتي إلى هنا، إلى هاته لينوت، يعني الأناس الذين قاموا بعمل لايك لهذا المنشور. وآتي إلى هذا الرقم 32334 نوت وأضغط. وإن أضغط حتى يظهر لي هاته الأزرار في الجانب، وأضغط أقوم بإضافتها إلي، أقوم بإضافتها كلها قدر المستطاع، يعني حتى 400 500 أنت وجهودك. أعود لماذا حدث وأقوم بالمتابعة. هؤلاء هكذا هو يظهر لي من جانب مرة يعني، وأقوم بمتابعته بهذه اللائحة بكاملها، أقوم بمتابعتها الواحد تلو الآخر. يعني هذا بالنسبة إلى المتابعة. أو إذا أردت أن أعثر على نيش يعني محدد، أقوم بالذهاب إلى جوجل وأقوم بكتابة أقوم بكتابة تمبلر تاجد وأضع اسم النيش. على سبيل المثال إذا كان يعني موقع يهتم بنيش أو بمجال الأندرويد، أضع أندرويد هكذا إذا كانت تكتب هكذا. وها هو سوف يعطوني أندرويد أو تمبلر تاجد أندرويد. أدخل أغير، أضع جيمينج، أضع على سبيل المثال مجال الألعاب. يعني بلوجات في ديش الأندرويد، أدخل إليها وأعمل يعني وأقوم بإضافة الناس الذين أعجبتهم المنشورات الخاصة بتلك البلوجات. هذا يعني سهل، هذا من باب العثور على ما تريد حسب النيش. كامينج وكذلك هو يعطينا تاج كامينج، فيديو كامينج، تاج كامينج وغير ذلك. أختار أي نيش أريده هنا وأعمل فيديو كيما على سبيل المثال هذا كذلك. وأدخل وأضيف ما أريد من الناس. هذه يعني أعتقد أنها جديدة. أضيف كل ما أريد. هذا بالنسبة للإضافة، الإضافة للمتابعين. شيء آخر يجب الإشارة إليه
فيما يخص هذا الفيديو الأول، لأنني قمت بتقسيم الدرس إلى قسمين. الشيء الآخر هو أنه يجب علي أن أقوم ب عمل تامبلت معينة لحسابي على بلوجر. أختار يا أيها تمبر، نعرف أنك جيد، لا تحتاج. اذهب إلى ياه، حسنا، جيد. تدخل إذا من هنا في أباوس تشبورت كونيكسيون ثقيلة بعض الشيء، كان الله في عون العبد. ادخل ادخل وآتي إلى هنا، تايم دي بلوج إيديت. ما بالك يا هذا الأهبل، إيديت شارجمون أون كورس. وأقوم بعمل ريشيرشي لي تيم، أعمل تيم غراتيو. أختار هذا أحسن. وأقوم بعمل utiliser، أقوم ب enregistrer. بعد عمل enregistrer أقوم بعمل quitter.